محمد أركون نظر نفسه وسيط بين الفكر الإسلامي والفكر الغربي، فكنت تجد قدام المسلمين مروج للفكر الغربي، وقدام الغربيين بيحاول يبرر الفكر الإسلامي، فما كان إلا أن أصبح محل اشتباه الطرفين، حتى إن كلماته في ثنايا كتبه ودراساته كانت تقطر ألما من حالة التشنيع اللي بيصادفها خاصة في العالم الإسلامي، رغم ما يراه هو من جهود بيبذلها شخصيا من أجل الارتقاء بحال المسلمين فكريا ونهضويا.